بقول لك ايه، ايوه عايز اعمل صفحه، معايا صفحه قشطه، اغير اسمها وكده واشيل الحاجه اللي فيها ولا ابدا واحده جديده؟ ابدأ واحدة جديدة على النظافة. النظافه أنا بتكلمك بجد يعني. السبعه صح؟ لا أنت فين طيب؟ أنت مين؟ هاشتاج. يعني انت ثلاثة على السيرفر، يعني انت على وضعك. على وضع بقيت أربعة عشان القر. ما تجيني، ما انا فوق شمال يا شمال اهو، خد تعال. انت ده ايه يا ابني؟ تدري ليش مش هاكلك؟ عشان انت والله تقول الحق. والله سامحته، صدق، ما كذب علي، ما كذب. بص هتوحشني يا صاحبي. لا 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 خلاص هم تيموا عليك. بص انت انت محترم قوي يعني، انا لو منك باحترام خلوهم ياكلوك باحترام. يا نهار لا 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 لا. انت مع السلامه، توحشني، مع السلامه. انا بتكل طب وراك. ازاي طيب؟ انا بتكل وراك دلوقتي. لا يا مجدي، اكلني المجرم. هو لازم ياكلك باللي انت قلته. الأذان، السلام، الأذان يخلص بقى نلعب. حرام. قلبك عامر بالإيمان، لا إله إلا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. أنا عندي كمية لاج ابن مسعود، وأقل ما يقول عنه إن ابن وأنا والله العظيم. عندك لاج إيه؟ لاج إيه إزاي؟ مش فاهم. أنا بقول لك أنا عندي لاج ابن لاج. طيب إيش؟ أنت كل الوقت إزاي؟ طيب إيش؟ ما كنتش فاهمها. A few moments later. لا السيرفر ده وسخ أوي. هو فعلا كده. فعلا ايه؟ فعلا ايه؟ السيرفر ماله؟ يا عم انت عايز مني ايه؟ هذا فضحك وانت مالك. انا كيوت خالص يعني. انت كيوت فعلا. ما يطلعش لعيبة من بقي. من بقي. انا والله تقريبا كده يعني، اللي جنبك هيستغربوا من الكلمة دي أكتر من الكلام اللي فات والله. يعني كيوت خالص. يخسر التربية ابوك فيك يا هتلم نفسك. لا ما انت تعالين يلا الله عشان عايز. طب يلا يلا عشان مستعجلة خالص، مستعجلة قوي. يخسر التربية ابوك يا عم انت. والله حرفيا بجد انت البركة، الهزار دي مش هزار بقى. طب قول لي انت ماشي ازاي وانا اجي لك. لا ما بجيش لحد. انا اللي هجي لك يا ابني. انا تحت شمال. ماشي مش عارف ايه كانت شمال معاك، بس ماشي مش هعلق عليها. الكلمة عندك بحسابها. بقول لك ايه، صفحة البتاع بتاعتك كم لايك بالمناسبة كده وانتوا بتتفرجوا علينا؟ يعني ادي صفحة القناة يعني. هي الصفحة لسه محملتش، وده اذا يدل على ان النت في مصر على جميع اوضاع. صفحة القناة. الله الله الله. يمين شمال. انا عندي 650 بتاع خبانة. ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير يعني. تعمل لي بقى اعمل لك يا اسطى، ده حتى اخر بوست منزله اهوت من 59 دقيقه، ما تعرفش معدي كام لايك ولا لايك. انا هذا البوست فيه 7 اشخاص وصلوا له. ايه ايه يا بشر، سبعة من على هذا الكوكب العريق. تخيل، سبعة بيتابعوك. سبعة يا راجل، ايه الارقام الكبيرة دي؟ ده ايه الحلاوة دي يا راجل؟ سبعة يعني خلاص انا اتغنيت، انا اتشهرت. عايز فلوس لا. فلوس يا لهوي، ايه ده؟ ايه العز ده؟ ايه العز اللي انا فيه ده يا اخويا؟ يا لا خلاص انا خلاص مش عايز حاجة من الحياة، انا خلاص مش عايز حاجة من الدنيا، انا خلاص خدوني دلوقتي، خلاص انا يعني.
يا ناس انزل البلبوس يا ناس سبعة يخرب بيت كده ده انا مش مشهور خالص انا كذب قوي انا زعلان فشخ انا حزنت قوي والله سبعة انت ماشي ازاي بقى انا ماشي ازاي انا ماشي كده وانا لازم اركب لك كاميرات في بيتكم عشان اعرف الاتجاهات بتاعتك لازم لازم اراقب اللي خلفوك عشان افهم انت بتقول ايه ما ترحم امي يا جدع بقى ما تشلش امي ايه الغلب ده يا رب يا ناس هموت يا ناس انت فين يا انا عمال انا فوق يمين فوق يمين وانا ماسك الشمال رايح جاي وبقول الواد ده شمال وهيبقى في الشمال يا اسفك بيه انا مزنوق فوق يمين وشكلي هتاكل فالحقني انا مزنوق فوق شمال وشكلي سبحان الله سبحان الله شايف قدر هتاكل يا ريت تلحقني انت يا احنا وش يا شامبو احنا يا فاي انت الاول انت ده مش مصدق نفسي يا لمبي اخيرا شفتك عشان بس انا بتاكل في واحد يا ابني حاسب خلاص انا قمت بالواجب امسك يا امسك يا نهار اسود لا 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 انت كده عيل ايه بقى والله حرام والله حرام طول عمري يا ابني والله حرام والله لك افشخ والله ماني سايبك الله اكبر حاسب انت بص انت مع السلامه يا صاحبي مع السلامة انا صغير محدش هيبصلي اما انت مش ايه ده انا اول واحد اتكلت هو والله كان كبير والله هو كان كبير حرام انا صغير محدش بصلي اجري كده يا نهار اسود ايوه حبيب قلبي يا اسطى اديني انت انقذتني فاديني طب هديك ازاي طيب هديك ازاي ما في اتنين جنبي لو اديتك هياكلوني لا اديني من فوق كده اديني من فوق تعالى عليا واديني من فوق عشان انا هتاكل دلوقتي ايوه كله عاش اها يا عيل ده انا لو قعدت ايه طيب ده انا لو قعدت اقول بالليل بكره عيل مش هوفيك الصفه دي والله العظيم الصفه دي مش هتيجي 1% من صفتك انت فين لا 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 واحد بيعمل الدنيئه واحد بيعمل الدنيئه طب انتوا فين طب اجي معامل معاكم خدوني معاكم اخوك الصغير وهتعلم والله بجد والنبي عملها خلاص عملها في ايه يخسر التربيه ابو فيك يا عم اهدى بقى بس ايدك خلاص فكرت اكلني بسرعة يا نهار اسود شكرا انا بجد ممتن ليك بجد مش عارف اشكرك ازاي